النهاردة احنا احتفلنا بافتتاح كنيسة العذراء والأنبا أثناسيوس في شمال شرق هولندا في مدينة أسن في محافظة درينتا. والكنيسة دي ليها ذكرى جميلة وتاريخ جميل. احنا لما جينا هنا سنة 2002 كانت مبنى صغير وقديم وصلينا فيه في الأول ويعني رممناه وضبناه، وبعد فترة المجموعة اللي كانت بتصلي هنا كترت والعدد بقى كبير ونشيط وهم عندهم يعني طموحات كتيرة، فقاموا بأنهم أزالوا المبنى القديم وبنوا كنيسة جميلة. يمكن برضو تاخدوا بعض اللقطات منها من بره ومن جوه. مبنى جميل جدا واسع ويسع عدد كبير أكتر من الناس، وفي مجالات كتيرة للأنشطة، وبقى مركز حي وقوي ومصدر إشاعة روحي وثقافي وعلمي في المنطقة هنا. وشعب المنطقة هنا شعب يعني عنده حماس وعنده حيوية ونشاط وتعاون، وأشرفوا بنفسهم على المبنى وعلى تشطيبه وعلى إعداده للصلاة وعلى تجهيزه بنفسهم بإيديهم. وقفوا يركبوا ويشطبوا ويبيضوا وينجروا ويعملوا حاجات جميلة. يعني بنحييهم وبنشكر خادم هذه الكنيسة أبونا يوئيل البراموسي، أب نشيط وعنده حيوية وعنده إدارة وعنده حماس. ربنا يوفقه ويكمل به خدمة مباركة جميلة. ألف مبروك ودايما في مناسبات طيبة إن شاء الله. شكرا. أنا سعيد النهاردة بتواجدي في هذه البقعة الجميلة من هولندا لأشهد افتتاح الكنيسة المصرية في مدينة أسن. هي الكنيسة التي تم تجديدها وإعادة بنائها بفضل جهود أبناء هذا الوطن المخلص، أبنائه من الجالية القبطية، جالية التي نعتز بها والتي أشهد بتميزها. وجئت للتهنئة ولتقديم التهنئة باسم السيد رئيس الجمهورية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينقل إليكم أجمل التهاني واعتزازه بوجودكم وبجهودكم وبمناسبة هذه الأعياد الجميلة، وأنقل إليكم حرص سيادته على تكليفي بأن أكون هنا ممثلا للدولة المصرية لرعاية أبنائنا في الخارج ولتلبية كل احتياجاتهم. أسعدني اليوم أن أجد الكنيسة وهذا الدار والبيت المصري يحمل معاني التي نود وما زلنا نجسدها في أبنائنا سواء في أرض الوطن أو في الخارج، معاني التسامح، معاني الوحدة، معاني الولاء للوطن والأخوة والمحبة التي دائما هي كانت معاني التسامح والاعتدال التي تميز بها الشعب المصري. سعدني أن أجدها في هذا الدار الكريم، وسعدني أن أشهد التواصل بين الأجيال المختلفة والدور الذي تلعبه الكنيسة المصرية في الخارج، وأعتز بدورها وأتطلع أن يكون دورها داعما للسفارة وداعما للدولة المصرية وللشعب المصري في مواجهة التحديات التي يعني نحاول التغلب عليها، والحمد لله قطعنا شوط كبيرا. وأن تكون سندا لنا في تواصلنا مع المؤسسات والجهات والشعب الهولندي والحكومة الهولندية، أتطلع إلى ذلك وأتقدم إليكم باسم السيد الرئيس وباسم السفارة وباسم كل الشعب المصري في الداخل
بأجمل التهاني بمناسبة الأعياد وبهذا الصرح الجميل الذي أتمنى أن أزوره قريبا مجددا، وشكرا. في قول جميل للقديس أغسطينوس مكون من 5 كلمات بيقول: لا خلاص خارج الكنيسة، بمعنى أن الكنيسة هي ميناء الخلاص لكل إنسان. وإحنا نشكر ربنا النهاردة اللي نقدر نقول فعلا عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، تعبنا وصبرنا وربنا كلل تعبنا بهذه الكنيسة الجميلة. فرحنا النهاردة بوجود سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا أرساني والأباء الكهنة، وكان لأول مرة يحضر في الكنيسة عندنا سعادة السفير جمهورية مصر العربية في هولندا، فكانت فرحة فعلا كبيرة جدا بالنسبة لنا. الكل فرح، الكل كان متهلل، وفعلا كان المسيح في وسطينا النهاردة. نشكر ربنا كتير، نشكر قناة سي تي في على تعبهم وكل العاملين فيها، ونشكر بكل الخير المتنيح الجميل الحلو الدكتور ثروت باسيلي المدير التنفيذي لقناة سي تي في. أكيد هو دلوقتي متهلل في السماء، وأنا لما سمعت خبر نياحته حطيت لهذا الرجل العظيم كلمة واحدة، قلت: كان محبا للكنيسة فأصبح محبوبا في السماء. ربنا ينيح نفسه، ونشكركم على تعبكم ومحبتكم، ربنا المجد دائما أبديا، أمين.